عمي والله صرعتنا، فهمنا هاي خبزاتها. سي الله معه. اللي بعده. مرحبا يا ابو محمود. ليه؟ عاوزك كلمتين اذا سمحت. جاي. خير. الله يجعلك بخير. شوف يا ابو محمود، نحن تركناك هالفترة حتى تهدى وتراجع حالك، بس القصة طولت. شو قصدك؟ قصدي انه رمضان على الابواب، وانت لهلا ما صالحت لا مرتك ولا رجعتها، وهذا الحكي ما بيجوز. ايه وانا ما راح صالحها بنوب. ايه روق صهري روق، وانتبه انا لهلا عم اقول لك صهري، وانا لو ما بهزك ما بيجي لعندك بذات نفسي وبقول لك رجع لاختي. ايه وانا مقدر جيتك، وجيتك غاليه لعندي كثير، بس يا اخي انا ما بدي صالحها. يا ابو محمود، اختي بريئه من التهمه اللي اتهمتها اياها. انا بدي افهم منك ليش هيك عملت. كل القصه وبدون زعل انه قلت لها لاختك بدي اتجوز عليها، اما قبلت وعملت لي مشكله طويله عريضه لا لاول ولا لاخر. طيب يا ابو محمود، اختي مقصرة معك بشي، غلطانة بشي لا سمح الله. الشهادة لله اختك ما في منها، بس يا اخي ما عم تجيب لي ولد، وانا بدي ولد. طيب انت لو اخذت على شي حكيمة يعالجها ويكشف عليها، ما كان احسن منك ترمي عليها اليمين؟ ليك قعدي عنكم، خذوها انتم لعند الحكيم، انا جبت لك داية اكثر من مرة، ولهلا ما جابت لي ولد. ايوه، وشو بفهم من كلامك؟ خلوا اختك عنكم لحتى اتجوز. ايوه هيك لك. ليش وعلي؟ بصير خير. خير يصيبك. خلصنا يا ابو محمود؟ ناولني على خبزات وخليني امشي. شبنا فيصل، شبنا. اهمتت من جوعي، بدي روح اكسر الصفره. شرف خذهم، شرف. اي مولا الرهي. الله معه. والله نسيتك يا عمي. حامد حامد، انت عطول بيحكي افكار مو مزبوطة. انت من وين بتجيب هذا الحكي؟ شو يعني ابعت دوغية على بيت اخرس بدون القاء قبض عليه؟ سي يعني نقدحه بدل هيك نشد له ودنه مشان يسمع الكلمة. أنا شايف إنه هذا أخرس مقصر بشغله كثير. مقصر بشغله؟ خيرات الله خيرات الله، قد ما أقول لك يهزه بدنه وعم يهزلي بدني. بتعرف حامد، أنا عم فكر إنه هذا أخرس لازم حطه بالحبس مرة ثانية، لأنه لازم يتغبى ولازم يعرف انه ما عم يشتغل منيح لفرنسا عظمى. حاولت اقلح مين يهز شو 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 تفوتوا على الحبس ما تفوتوا على الحبس سيدي لك، لا خليه برا بفيدنا بفيدنا، انا بوعدك شغل لك اياه مثل ما بدك. دكور دكور حامد، خلص انا ببعت دوغيه على بيت هذا الاخرس مثل ما انت طلبت. ايه ايه سيدي، وانا بخبركم امتى بيكون ببيته. طيب قلي، شو في اخبار جديده عن ابو غجا؟ عم تسال جدي ابو رجا مات وشبع موت البيت الشرعي لك. حامد، هذا شيء انا لازم اتاكد منه. خدامك انا، شو بتامرني يعني هلا؟ هذا عميل مخبر بيشتغل معك، ايمت لازم تجيبه لعندي؟ فيصل ايه يعني شي يومين ثلاثة بيكون عندك سيدي. روح انت. أرفرار يعني بخاطرك بالعربي. السلام. you
قلتي لي نورية شو كنتي عم تحكي انتي وسعاد لما فوتت لكم شراب الورد؟ هي يا ستي كانت عم تسألني إذا بعرف لها خياطة شاطرة، خياطة نسواني يعني. إيوة هيك لكان. إيوة أنت شو قلتي لها؟ أنا قلت لها تدور لك، إذا لقيت خياطة برد لك خبر. خير إن شاء الله. ماشي بنت خالتي. فوتي زكاتك كملي شغلك. إيه على عيني. سلم ما ذكرتي. شو رأيك شهيرة خانو بالكلام اللي سمعتيه؟ أنا لقيت فكرة أم بشير كتير حلوة. أيوة أي فكرة يا خانو؟ لك فكرة أم بشير إنها تشتغل نسواني وبناتي وهذا الشيء ما بيضرنا إلنا. يوه والله ما عم بفهم عليك يا خانو، شو قصدك؟ أم بشير حابة تشتغل، فشو عليه إذا اشتغلنا نسواني وشاركناها؟ يوه يا شهيرة خانو شلون بدنا نشتغل سوا ونشاركها؟ منفتح مشغل خياطة نسواني تاني ومننزلها شريكة معنا والربح منتقاسمه والرزاق الله. لا 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 الحمد لله اليوم أحسن أحسن. لسه بده شوية وقت تايطيب جرحه يا شيخ. اي بس أحسن من البارح. اي بالأحسن من البارح. انت منين يا الضيف؟ أنا من الشام. من أي حارة بالشام؟ من حارة العتالة. حارة العتالة؟ أنت تعرفها يا عواد؟ لا بالله ما أعرفها. هي حارة ناسها دروشان بيشتغلوا بكار العتالة وبيمشوا الحيط الحيط بيقولوا يا ربي السترة. بس ما قلت لنا يا الضيف وش سالفتك؟ من هو طعنك؟ الفرنساوي. الفرنساوي العاطل هو اللي غدر فيني. وش جابك على الفرنساوي؟ ايش جاب الفرنساوي عليك؟ وين لقوك؟ كنا انا وجماعتي جايين من مشرع. طلع لنا الفرنساوي واشتغل فينا ضرب رصاص مثل زخ المطر. الله وكيلك يا شيخ. الرصاص اللي ضربوه علينا بيطلع قد بيت الشهر. اللي مات واللي تصاوب واللي نسر ما حسيت على حالي إلا أنا عندكم. أنت بين أهلك وناسك حياك الله. الله يطول بعمرك ويديمك يا شيخ. وإحنا نتشرف بيك لأنك من الرجاجيل اللي تقاتل المحتل. الله محيي أصلك يا الله يا الله. شمسة والهانة بيك. ومنو قال لك هالحكي؟ ها؟ منو قال لك إنها والهانة بي؟ أنا شفتها تراقبك وتعطر طريقك واني حسيت بهالشي. سير خير يا خيتي سير خير. يعني ما فهمت انت تريد شمسة ولا ما تريدها؟ قلت لك سير خير يا خيتي. راشد مزيون الله يجعلها من نصيبك. راشد تعال اقعد يمي يوبا تعال. ايه يوبا ايه. وش فيك يا راشد؟ ما بشي يوبا. ما بشي ما بشي. والله يا خانوم تركت العفاف عم تبكي وتتحسر على حظة وحظ ابنه.
إيه والله مع حق يا أم سعيد، شنو ما في أصعب منا أنه الوحدة تربي ابنها بدون أبوه. سأليني إلي. وليش أبو عزو ما رجعها لعند جوزها؟ لا يا خانم، ليش قليل اللي صار بيناتهم وبين صياح؟ إيه مشاكلهم وصلت للكركونات والضرب. إيه كل البيوت بيصير فيها مشاكل، وإذا كل رجال تخانق مع مرته بده يطلقها، إيه ما بضل حدا متجوز. هذا اللي صار. بسيطة، أنا رح أتصرف. أنتي روحي على شغلك أم سعيد، وبس اعتازك ببعت وراكي. لا تحكي لي هم يا خانم، أنا راجع على الغدا بخاطركم. إيه لا تطولي، لأنه عملت لك ست زبيق اللي بتحبيها. اوعك تنسي لي الكشتبان. ها ماني نسيانة، ورح جيب بصل أخضر طيب مع الأكلة بخاطرك. الله معك. إيه شايرة يو، وين راحت قبل ما تقولي شو بدها تعمل؟ يلا، هي هيك هيك ما بتحكي شيء. حابب احكي معك موضوع اخي. احكي عم اسمع. بصراحة أنا بدي اتجوز ولازمني دعم منك. يعني بدك مصاري؟ لك لا، الشغلة مو شغلة مصاري، وبعدين مظهر بيك مو مقصر معي بنوب بنوب. ما فهمت شلون بدك ادعمك يعني. من الآخر أخي، بدي إياك تحكي لي مع عمك أبو حمدي إيش كان بيوافق يزوجني بنته الثانية. ما بدك إياها، شو بدك فيها؟ يعني أنا قصدي قصة الجواز، حدا بيجيب الهم لحاله؟ أخي أنا بحب الهم والغم والنكا، أنت عليك تسأله إيش كان بيوافق ولا لا؟ ما فيني أحكي معه يا أخي، ما فيني أحكي معه. الله يسامحك سيار، الله يسامحك. لا حول ولا قوة إلا بالله. عتمة لا تزعل، إن شاء الله بكرة الله بيكرمك. كمل شغلك كمل. تفضلي تفضلي استريحي. خير؟ شوفي أنا جاي لعندك يا أبو عزو، وبدي أحكي بموضوع بنتك عفاف وصياح. جيت غالي علي كتير يا خانو، بس الموضوع منتهي وبنتي رح تطلق من صياح. معقول يا أبو عزو؟ معقول تطلق بنتك وانت بتعرف انها حبلي؟ يلي عمله صياح كبير كتير. صياح ما ساوى شي يا ابو عزو، وانتو اللي كبرتوا القصة وعملتوا لها ايدين ورجلين. بس نحنا مانا غلطانين؟ لا، انتو غلطانين يا ابو عزو، وانتو كبرتوا القصة على الفاضي ولازم ننهيها، وبنتك لازم ترجع لصياح اليوم قبل بكرة. بصير خير بصير خير. شو بفهم من كلامك يا أبو عزو؟ إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. إن شاء الله. يلا السلام عليكم. مع السلامة يا شهيرة خانة. أهلين شهيرة خانة. أهلين بصحبي. السلام عليكم. عليكم السلام. شو مختلف؟ لا يا شهيرة خانة كانت عندك. إيه. إجيت عم تحكي معي مشان موضوع صياح وبنتي. والله على حسب حكيك يا مختار، معناتها كتر خير الست شهيرة، ناوي الخير لبنتها. وأنا كمان بدي مصلحة ولادي. إذا بتحب، يعني إذا بدك، أنا بدخل بالصلحة. لا لا تفوت فيها بنوب، أنت الأولى فيك أنك تهتم بشغلة ابن عمك. إيه مثل ما بدك يا مختار، بصير خير. يا ريتني ما رحت لعند أبو عزو ولا أجيت ولا سمعت كلامه اللي بيهز البدن. معناتها ما قبل يرجع العفاف، مو هيك يا شهيرة خانو؟ هو وعدني خير، بس أنا متأكدة مثل ما أنا شايفتي إنه ما رح يرجع عفاف لصياح ولا فكرية لعزو. إيه خلص لا تزعلي ولا تضلي آكلي هم العالم.
انت عملت اللي عليك هو يصطفك. بس انا اللي بيضايقني انه في ناس بتعرف حالها غلطانه ومصره تمشي بالغلط. الله يهديه لطريق الصواب، مو مشانه، مشان هالناس المساكين المتحكم فيهم. امين يا رب. رح قوم اشلح ملائكتي. صحيح انت صار لك زمان مسافر يا ابن سلفي، بس انت مالك بعيد عنا وبتعرف عاداتنا كتير منيح. خير مرت عمي، شو طلبك؟ انا طالبه ايد امينه لابني مظهر. كيف يعني؟ شو كيف يعني؟ يعني القصه ما بدها كتير شرح. بدنا نجوز امينه لابني مظهر وخلص. وأمينة شو رأيها؟ اسألها إذا كانت موافقة ولا لا. وشو ردك على طلب مرت عمك يا أمينة؟ مثل ما بدك أخي، مثل ما بدك. إيه بس لا تنسي يا أمينة إنه مرته لساتها على زمته، يعني ما طلق، وبجوز ما يطلق ابنه. هلأ صحيح مظهر ما طلقها لوردة، بس أنا بوعدك إنه رح يطلقها وعن قريب إن شاء الله. أمي لا توعديني إلي مرت عمي، وعدي أمينة. أنا موافقة أتجوزه إذا رح يطلقها. وحياة عينك يا حبيبتي، أكيد رح يطلقها، وما بيصير إلا اللي بيرضيك وبيرضي أخوك. إن شاء الله بيصير خير. إلك كلنا خير يا مكتوب الكتاب، ونفرح فيهم قبل رمضان. رمضان بعد يومين؟ معناتها بكره مكتوب الكتاب، والعرس على عيد، شو رأيك؟ إن شاء الله. مبروك أمينة، مبروك. إن شاء الله ألف مبروك على عرسنا الحلوة. الله يبارك فيك. أبي سلفي، إيه شو طلباتك مشان أمينة لحتى تجهز لها؟ زياد يلا جاي جاي. مرحبا. سيادة الضابط، تفاجأت أليس كذلك؟ لا لا، شو تفاجأت؟ شو 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 في؟ نريد تفتيش. تفتيش؟ أجل. طيب يلا لحظة لحظة بس حتى آخذ الطريق. هيا يلا يلا هيا. شرف. معك سيدي. الله معك. الله معك. لك شو نزير؟ نزير؟ شو صاير عندك؟ شو في غير؟ عملتها لك حامد؟ لا أعوذ بالله، لسه ما عملنا شيء نحن، بس هيك شدت إذن على الخفيف لك أخراس. أوعى تفكر تلعب معنا هيك ولا هيك، لأنه بشرفي ببهدلك مثل الأطهار. خلاص ما بصير غير اللي بدكم اياه. يعني عليك هلا صرت الطبيب، خليك بمحلك هنا وبس نعتاسك ببعث لك. ناوي ولا ناوي؟ شو رجعت خرسان؟ يو طال. اللي شافه مثل اللي سمع، وانت بعينك شفته لصياح واقف مع فكريه ولحالهم بالبيت. صحيح كانوا لحالهم بالبيت، بس ما كان في شيء غلط،
وصياح لما رقد ودخل على البيت وملهوف كتير كان فكره ينقذ امك من الموت فهمت؟ ابي وقفتهم مع بعض بتبين انه في شيء مخبى بيناتهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لك يا ابني ان بعض الظن اسم. ابي بعد هاد كله بدك نصالحهم ونرجع له اختي، لك وانا ارجع لهديك اللي ما بتتسمى. لا وستين لا، عفاف ما بترجع لصياح. عفاف مالك علاقة فيها بيوم، بالنسبة لعفاف أنا صاحب القرار وبس، فهمت؟ فكريا ما رح ترجع. أنت مثل البوم ما تبشر لا بالخراب، نقلع من وشي، نقلع. لكي بعد حمى حظي، بعد ما حملته رح يجيني ولد بتطلق أضرب أنا وهالحظ. أمينة، من وقت ما أنا جيت على الحارة أنا أشوف عيون أنت يتطلع بمظهر كثير، شو القصة؟ مزبوط حكيك، أنا ومظهر ربيانين مع بعض. بس هي أكبر منك؟ أي أكبر مني بس مو بكتير. بكم سنة هي أكبر؟ يعني شي 10 سنين. اسمعي لأحكي لك، نحن وصغار كان روح قلبي ألعب معه، مع أنه هو أكبر مني وأنا بنته هو صبي، بس ضل دبقانته وهو كان يضل معي، ما كان يفارقني أبداً. تمام تمام. كان هو مدلل أبو ويا من ترى ماشي معه بالحارة، وأنا الله وكيلك كل ما شفته ألحقه من إرنة لإرنة. يعني أنتي حبي مظهر من زمان كتير؟ إيه بحبه، بحبه كتير ومن زمان مو من هلأ. الله وكيلك يا أخلاص، وقت قالوا بدون يجوزوني إياه طار عقلي من الفرح. الحمد لله أنه طلع من نصيبي، الله يتمم لي على خير. ابن عمي اللي عم بيصير انه الدرك عم يدوروا على سلاح واجوا فتشوا البيت هون وما لقوا شيء. الحمد لله الحمد لله اللي الله ريحنا منهم على اهون سبب بدون ما ياخذوك او يكمشوك. ليش خايفه يؤذوني رشيده؟ معلوم، مو انت ابو ابني اللي رح يجي بعد كم شهر؟ ايوه، يعني انتي بتخافي علي بس لاني ابو ابنك؟ لا، لانك جوزي وما برضى الا انك تكون بخير، وانا رح اعمل المستحيل لحتى عيشك انتي وابنك بخير وخليكم طول عمركم مبسوطين. رح كون مبسوطه اكثر اذا امي بتكون معي وقت اللي بولد ابن عمي. من هلا لوقتها بيحلل حلال لك رشيدة. يا رب تسهل يا رب يا رب. مغدو عميا؟ عميا سيدي، ولكنها جميلة جدا سيدي. جميلة يعني حلوة. حلوة جدا سيدي. بماذا تفكر سيدي؟ موريس، هاي مغا من حغا أصاب؟ أنا لا أعلم سيدي من أين. أنا في معلومات عندي بيقول إنه أخرس أخذ هاي مغا من حغا أصاب وهرب فيها وتزوج. نحن ما يهمنا أمرها سيدي. موريس، هاي مغا نحن لازم يساعدها، يهتم فيها، يدير باله عليها، لأنه هي بعدين بتساعدنا بمعلومات وشغلات نحن بدنا ياها من حاغة أصاب. حاضر سيدي، ولكنها جميلة سيدي. عمياء
قصة الأخراس خلصنا منها. بقيان عليك هلأ تفهمني شو قصتك مع مرته لصياح؟ ما حكيت لي إياها كاملة. أنا بحبها للبنت وكنت ناوي أتجوزها لو ما صار معنا مشاكل وطلعنا من الحارة. لك كمان بتحب لك حامي؟ ليش شبهني شو ناقصني؟ ماني بني آدم؟ صحيح أنا حشاش وسكرجي وبيعمل مشاكل وبهالرقبة في دم ناس، بس أنا حبيتها للبنت وما تمنيت غيرها. خلاص بس هلا هي تجوزت صياح وصارت عنده، ما بقى فيك تعمل شيء، بدك تنساها. شو انساها ما انساها؟ ما فيني انساها ولا فيني خليها عن صياح. لك يا هو شو عرفه انك بتحبها وبدك اياها؟ هي كان المفروض تقول لا ما بدي اتجوز ولا صياح. هي انغصبت عليه وصياح صار عدوي مثل ما هو عدوك. ايه خالو قولي لي. نحن يا ابني ارتحنا لك وحبينا الشغل معك. والله يا شهيرة خانم وانا كمان كثير مبسوط بالشغل معكم. مشان هيك بدي اياك تحكي مع امك وتقول لها انه بكره تجي لعندي مشان نحكي بالشغل وبالشراكة. ايوه والله كثير وصلتني بهالخبريه. خلص انا اليوم ان شاء الله بقول لها الخبريه. عاوزه شيء مني؟ سلامتك. يلا سلام عليكم خاطري. مع السلامه. الله معك. امي ابن عمك فاخر طلب جهاز جديد انشان اخته امينه، لانه امينه رفضت تقعد على جهاز ورده. من حقها يا مو من حقها. خلص مو مشكله، بكره بوصي على جهاز جديد. بس وصي النجار انه يعمل شغله متقنه، شغله ترفع الراس مو شو من كان. عطول راسك مرفوعه مني. بكره بدك تدعي لي على هالجوازه اللي بتليق بمقامك الكبير تقبر قلبي ان شاء الله. هاي الخبرية بدها أحلى عشا من تحت إيدي. يلا يلا تقبريني. الله يفرحني فيك لحتى أشوف أولادك تقبر قلبي إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. شهيرة خانو موافقت تشاركك؟ لا الحمد لله رب العالمين إنها وافقت. إيه بس ما رح تشتغلي معها بنفس شغلها. ليش ياما؟ شو يعني؟ يعني هلا بدي اياكي تشتغلي نسواني، شنو اكثر شيء هلا مطلوب هن الرواب والخراطات البناتي. ايوه الخراطات. ايه لكان شغله ثقيله. هلا اكثر شيء مطلوب بالسوق هن الخراطات، خراطه مكسوره بكسره كبيره وخراطه مكسوره بكسره صغيره. بس وينك؟ هلا اذا بدنا بنجيب احسن قماش، يعني جورجيت. اي والله وانت جبتها يا ابني. بتعرفي شو؟ شو؟ عم فكر نجيب منها اكثر من لون. نعملها طالبات الجامعة. يا سلام شي حلو كتير. شغلة حلوة ونظيفة يا مو. أنا برأيي روحي بكرة لعند شهيرة خانو واتفقي أنت وياها. مش يا مو احكي لي عن الشغل. احكي لي يا مو. الشغل بالنسواني كتير منيح، بس يعني الواحد لازم يعرف كيف بده يشتغله لحتى تزبط أموره. فهمتي علي شلون؟ أنا ما عم خوفك، هذا اللي صار. شو عم تحكي كداس؟ شو عم تحكي؟ لك ها شحو حامد سأله. شو حامد؟ احكي انطو. شبك عم تعيط علي؟ روي. اجوا جماعه لهون محملين بالسكاكين والعصي، فاكرينك لساعتك ساكن هون، فايتين فوته يعني يا قتل يا مقتول. بدهم يشخطوك شخط وكل واحد منهم ما يفوتوا من الباب قدلو. لك انا ما بدي اخلص منهم هدول بنوب بنوب. ولو انا وحامد ما لنا رجال وقد حالنا كنا ما قدرنا نردهم. هدول الجماعة شكلهم مو نسيانين قصتهم معك وبدهم تارون منك. ولي ولا تنسى شغلتك ما خلصت ولازم تدور على حدا يحميك. طيب وين بدي لاقي هذا الحدا اللي بده يحميني منهم؟ وين؟ قل له حامد، قل له مين هذا الحدا. شوف فيصل، لو ما بعزك ما بقول لك مين هذا اللي حيحميك منه. لك قل له ريحه مشان الله. انا رح خلي الفرنساوي يحميك منه. الفرنساوي؟ في قوى منه هلا؟ بصراحة لا، ما في حدا قوي أكثر منه. بس شلون؟ أنا رح آخذك من إيدك لعند الكومندان بحد ذاته وأحكي له قصتك من طقطة للسلام عليكم. وأنت شو عرفك بالكومندان؟ قال له كداس، قال له قال شو عرفني بالكومندان؟ لو لأنه الكومندان عم يدعمنا كنت رحت زرتنا هلا بالقلعة، أو إجيت على شواهد قبورنا وحطيت القاس يا حبلاس. تف من تمك، بعيد الشر عني. وعني حامي. إيوه هيك لك. ما قلت لي
موافق تروح معي لعند الكومندان ولا تشمع الخيط من البلد؟ لك موافق؟ طبعا موافق. بوس ايدك، بوس ايدك صياح، لا تطلقني، خليني عندك صياح. ما بقدر خليك عندي، ما بقدر. بوس ايدك لا تطلقني. هلا ما رح طلقك، رح اخليكي عندي كم شهر الا اذا عرفت الحقيقه. صياح انت ليش ما عم تصدقني؟ ليش؟ لانه العمله اللي صايره معك، صايره معك انت وكبيره، مو انت وصغيره، هيك ولا مو هيك؟ لا مو هيك. لك ان شاء الله مو يا رب. شو اعمل يا الله؟ يا ريت تطلعي بريئه يا ريحان، يا ريت. بكره كتب لك كتاب والعرس على العيد ان شاء الله. يا رب انا حب على قلبي يكون العرس هلا، بركي هيك بنرجع بيت اهلي قبل العيد ورمضان. يو ليش كل هالقد متضايق من القعده هون لك صبري؟ مو هيك القصه فهميه، بس انا زلمه متعود اني اقضي رمضان مع اهلي بس. ايش عليه؟ والسنه جرب تقضي مع اهلي، جرب شو عليه؟ هيك قلت هيك؟ ايه هيك قلتي. قول ان شاء الله. ان شاء الله. صح نسيت امك؟ حكيت لك اليوم شو صار معي بالحاره؟ لا ما حكيت اللي احكي لي. شايومك؟ يعني كداس كداس. لا حامد، حامد يا حامد، انا ابو رجاء حامد. لا طالع روحك. لك حامد يا تارك الصلاه. حامد حامد يا حامد. لا 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 يا حامد. أبو الرجاء إجاك حامد يا ترك الصلاة. خير يا الضيف خير. يك شيء جرحك يلجمك؟ أجيب لك الحكيم يا أبو الخير. لا ما في لزوم، بس هيك كان كابوس. وش شفت؟ شفت أخي محروس. استغفر الله العظيم يا رب. شفته بالمنام كيف الفرنساوي ذبحوا قدام عيوني. كبح الله الفرنساوي وشوفته بالحلم وبالعلم. بالحق يا ابو الخير، هو اخوك كان معك وقت المعركه؟ اخي كان عم يقاتل جنبي كتف بكتف، ربطوني الفرنساوي ودبحوا قدام عيوني. يا الله يا الله. وكل الله وكل الله يا ابو الخير، وكل الله. اخوك عند ربه شهيد شهيد. الله يصبرك على بلواك يا ابو الخير. نام الحين نام. لا حول ولا قوه الا بالله. نام يا ابن الحلال، نام نام. الله يصبرك على بلواك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا
امي بدك مني شيء لما اروح؟ ايه تقبرني، مروق لعند الشيخ وقل له خلي يكون ببيت ابن عمك فاخر بعد العصر، وخبر كل رجال الحاره منشان يكونوا مجتمعين وقت كتب الكتاب. ماشي، بدك شيء غيره؟ لا تقبرني، بس مروق لعند الدايق ام سعيد، خليته مروق لعندي، انا عاوزته. على عيني لو خاطبكم. الله معك يا مو، الله معك. ايه الله يسهل لك واسطه. امين يا رب العالمين. مثل ما بتعرف يا ابو حكمي، مسحاراتي حارتنا توفى وابنه لساته صغير ومو خارج يستلم محله. ولا يهمك مختار، انا مسحر بداله الله يرحمه، حيث انه ابي وجدي كانوا يسحروا الحاره. يعني بتقدر تشتغل شغلتين مع بعضهم؟ ايه ولا يهمك، هي هي يعني انا سهران وسهران وعم اضوي الفوانيس. بس في قابل اليوم يسكت برمضان، وبهالحالة هي بدك تصحي الناس على السحور. لا تحكي الهم، اصحى يا نايم وحد الدايم مختار. عندك طبلة؟ لا بدبر، بس بدبر طبلة. أنا الحقيقة بدي أتشكرك كثير يا شهيرة خانم، لأنك قبلتي إنك تشاركيني. يا سعاد، أنت غالية على قلبي كثير، ما بحب زعلك. بعدين بدنا نكبر شغل بيناتنا ونصير شركة. ما أنا هذا اللي بدي إياه. إيه بس لازم ندرس الموضوع منيح مشان ما نوقع بالغلط ونخسر مصاري. مزبوط. نحن هلا يا سعاد خانم ما رح نقدر نعمل شيء، لأنه رمضان يا بكرة يا بعد بكرة، وإن شاء الله كل عام وأنت بألف خير. وأنت بخير. مزبوط. ولهيك منعرف السوق شو بده من الشغل النسواني، وإن شاء الله بعد العيد منبلش شغل نسواني وبناتي للعيد الكبير. ماشي، تكلنا على الله. تكلنا على الله. بس لحد هلأ سعاد خانم ما قلتي لي شو الغرض اللي بدك إياه من هالقصة. معك حق. أنا بصراحة صار لازم أحكي لك، وأنا بتمنى إنه هالحكي يضل بيناتنا. له له يا سعاد خانم، معقول هالحكي؟ يا ستي، من وقت اللي توفى أبو بشير الله يرحمه. الله يرحمه. تعيشي، يعني من لما توفى أبو بشير الله يرحمه أنا ناوية إنه أعمل شيء على روحه، فقلت خلاص إجت على إيديها ورجليها، بشغل المصاري لساعد بشير من بعد ما طلع من المخفر، ونص الأرباح البقياني بوزعها على روح أبو بشير للفقراء والمحتاجين بالحارة، وكمان بوزع على رجالنا اللي عم بتقاتل ضد الفرنساوي. عداك العيب يا سعاد خانو، الله يديمه ويديم قلبك الطيب. خلي لي اياك هلا، بس شو بنتي عم تحكي معه وتخلي عيونك بالارض ما بتطلع فيه؟ هذا مو اطاط، هذا نمر فرنساوي اصلي يعني. فهمنا حامد، فهمنا. شو بدنك؟ شو هذا؟ فيصل، هذا كومندان، كومندان شو ايده؟ هلا شو عم يعمل؟ تذكرت انت فيصل، حامد حكى حلو حكي عنك. الله يخلي لنا اياكم سيدنا. شوف فيصل، قال انت بدك يشوف كوموندان مشان قضيه او شغله هيك، انت فت على حبس مشانه، وقال بدك انا ساعدك. صحيح سيدي، صحيح، بدي مساعدتك. وانا بساعدك. مو بس هيك، انا ما بيخلي حدا يقرب عليك او يزعجك، ولا حتى حامد. وكمان بعطيك مصاري، مصاري كثير. بس في شغل انت لازم تشتغله معي. شغل شو سيدي؟ شغل شو؟ انا فاهمه شو يشتغل سيدي، انا فاهمه. منيح حامد، انت صار بيفكر. خلاص انت فاهمه، هلا خده. حاضر سيدي، خاطركم سيدي. ما بيعرف سيدي.
أرفراح شو هذا؟ بتروحي بتخبري كل نسوان الحارة إنه اليوم بعد العصر يروحوا لبيت فاخر ابن سلفي منشان يحضروا كتب كتاب ابني مظهر. يعني اعتمدتوا يا خانو؟ عم قلك اليوم كتب الكتاب، عم ترجعي تسأليني؟ لا أنا بدي أسألك عن هلا بالناقص من أسئلتك، روحي اعملي اللي قلت لك عليه. ماشي يا خانو مثل ما بدك، يلا بخاطرك. الله معك، مع السلامة. هذا باب رزق عمي، فالله يرضى عليك. اللي قديش حساب اسعد منشان حاسبك وامشي. لك يا عمي ابو حمدي والله مو محرزين. انت المحرز عمي، اللي قد الحساب. خلاص مثل ما بدك، ليرتين عمي. على عيني وراسي، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي ليرة هاي الثانية. معوضين عمي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام علي ابو حمدي. سياح؟ شو بدك؟ هلا قولتك ابو حمدي بيخصم من اجار اسعد حق الاغراض والخضرات. ما بعرف وما دخلني. ماشي. روح جيب لي التومات من جوا. روح. امرك. يا جبار الخواطر يا رب. يا رزاق يا كريم. لما علينا عبيدك يا رب. كتب الكتاب ما رح يصير إلا لبعد ما يطلقني ياما، ما رح يصير. رح يطلقك ورجله فوق رقبته، ما رح نسمح له يخليكي هيك معلقة ويروح يتجوز عليكي. يتجوز مين ما بده، بس مو قبل ما يطلقني، ومو ينزل علي يضره ويهيني فيا. والله معك حق يا وردة. يهمك. لك يبعت له حمى، هو وأمه هالعقربة. والله بعرف يا خانم إنه هالخبرية مو سهلة عليكم، بس قلت لحالي أول على الآخر رح تدروا فيها. والله حبيبتي أنا القصة كلها مانا هاممتني، أنا المهم عندي إنه يطلق بنتي وخلص، ما عاد بدنا يا بقى. خير إن شاء الله خير. يلا بخاطرك سعاد خانم. الله معك حبيبتي بأمان الله. خلينا نشوفك. أنا السبب، أنا اللي هربته لمظهر وخليته يخطب وحدة تانية علي. أنا السبب. يا ريتني رضيت أرجع معك، يا ريت. بس لا، ما رح خليك تتجوز ولو شو ما صار. وبدي تشرفني وتنورني بكتب كتابي ببيت عمي أبو فاخر. ألف مبروك إن شاء الله، ألف مبروك. الله يبارك فيك ويخلينا إياك يا مختار. ما قلت لي مين جاي على كتب الكتاب؟ كل أهل الحارة تقريباً. أبو سليم، أبو حمدي، أبو هاشم، صياح، كل حبايبك. ما بعرف بهالحالة هي بدك تعذرني، ما فيني أحضر كتب كتابك. هيا مختار. ليه؟ لأن المحل اللي بيكون فيه أبو سليم أو أبو حمدي وصياح ما فيني أقعد فيه ولا أدوسه حتى. أنا كنت قاصد نهي الجمعة إني صالحكم قبل رمضان يا مختار. أنا ما بدي صالحهم ولا بدي أحكي معهم. براحتك، انسى موضوع الصلحة، بس إذا فعلا ما بتجي على كتب كتابي بدي أزعل كتير. بس يعني مختار، إذا ما بشوفك بين الموجودين بكتب كتابي بدي أزعل منك ليوم الدين. منيح هيك؟ ولهذا السبب ما جيتي لعندي البارحة؟ لا، مو لهذا السبب. العاد ويش السالفة؟ راشد ما هو رأيك؟ أكيد حط عينها على وحدة ثانية من بنات الديرة. أنا بابحى حالي عليها. هالشمسة من أهل شلون أنت أختها وما تعرفين إذا هو رايدني ولا لا؟ ويش أتعب قلبي؟ ويش أتعب قلبي
روحي وعقلي. راشد ما هو رايدني، ويش أكذب على حالي؟ عيني خير يا شمسة، عيني خير. لك يا فيصل، الشغلة مبينة وما بدي أشرح كتير. أخي أنا مخي سميك، شنو شغل إيدي؟ هلأ بدك تفهمني الكومندان تبعك شو بده مني؟ شو الشغل يعني اللي بده إياه مني؟ مظهر واحد، صياح اثنين، أبو عزو ثلاثة، وبشير أربعة. مشي فيصل؟ شو يعني؟ ما فهمت. هدول الأربعة بتراقبون كتير منيح، أي حكي بتسمعه منهم ولا عليهم بتجي بتنقل لي، وأنا بلل وبعدين الكومندان. وليش هاللفة والدورة كلياتها؟ ما بروح أنا لعند الكومندان وبفهمه من راسي لراسه. من الكل أعلىك عم تحكي؟ إيه من كل أعلي. حبيبي الكومندان ما بيستقبلك إذا ما كنت معك أنا. ما بيستقبلني؟ لك شو مفكر لك أنا؟ مكتب الكومندان خان الدكة؟ مين ما بده بيفوت ومين ما بده بيطلع؟ لك أنت لازم تشكر ربك ألف مرة لأنه نحن بنعرفه للكومندان وأنت قاعد معنا. أيوة. قوم بلش شغل يلا. ماشي، السلام عليكم. وعليكم السلام. عولنا يا سرى. ماشي خشبه. صلعني طير كل شيء براسي. معلش حبيبي، لك نعمل وش ثاني يلا. يا شباب مظهر، ما تستعي على حالك ولا فكر حالك اخذ وحده مع الاقل. بس بايدك بعرف عم تحكي لك. انا مظهر بيك؟ لك مو تكون مظهر بيك، تكون مين ما كنت تكون. انا ما بسمع لك تتجوز على اختي. احليين والله. ومين جنابك لتسمح لي ولا ما تسمح لي؟ مظهر طلق وردة. بشير ما رح طلق وردة، رح طلق زنتي. مو على كيفك. يا سيدي على كيفي ونص. لك مو نحن اللي بنرضى تنزل على اختي ضرة، فهمان؟ انا فهمان. انت اللي لازم تفهم. انا بحق لي اتجوز مثنى وثلاث ورباع وملكت ايمانكم. صدق الله العظيم. اتجوز قد ما بدك، بس اول شيء طلقها. ما رح طلقها. وحأتجوز مرة تانية وأعلم بخيركم الكبير. هيك لك هذا اللي عندي. روح سلم على أختك. ماشي يا مظهر، ماشي. بلشت قصتك تكبر مع وردة؟ شفت أمي شفت. حتى تعرف بإذن الله وردة بدها ترجع لهون وهي ناخ خراسة لحتى أنت ترضى عليها. يا ما شفتي لي إسوارتي اللولو؟ هلا ما لبستي؟ فوتي حتى ملايتك العروسة عم تستنانا. يلا جابريني يلا. تأخرنا كتير. جاية ساعدك. وردة لا جنيني، مو انت اللي فتحتي له هذا المجال. شلون يعني انا فتحت له هذا المجال؟ ما فهمت. لك كان بدي طلقي، كنا رح نخلص منه، بس حضرتك بدك تروحي تصالحيه من ورا ظهرنا. ايه وشو يعني؟ يعني هلا ما عاد بده يطلقني؟ لا ما رح يطلقك. اخي كرمال الله، كرمالي. لا تخليه يكتب كتابه عليها اخي. انزعله القصه كلياتها، كرمالي اخي. انا ما بقدر اساوي شيء، بس انت اللي بتقدري. وشلون انا بقدر؟ بتنزلي على المحكمة وبترفعي قضية تفريق بينك وبينه. هيك؟ ايه هيك. ما في غير هذا الحل. بدكم شيء؟ سلامتك تقبرني. الله معك.
سمعتي يا مو؟ بتعملي مثل ما عم بيقول اخوك، بترفع عليه دعوة تفريق بينك وبينه مثل ما هو طلبك لبيت الطاعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. خلي لي اياها تسلم لي. الله يبارك. ان شاء الله الف مبروك. تفضل شرف، نورتي. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ان شاء الله. الله يسلمك. السلام عليكم. اهلا وسهلا مختار. شرفت. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. كيف وصلت؟ خليني اياك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اهلا مختار. تفضل شرفت. تفضل. بدك تعذرني، ما راح اقدر اقعد، انا جاي خصوصي حتى بارك لك الك ولمظهر بيك. يلا السلام عليكم. السلام. بعد اذنك بركي بتكتب بس لازم نسمع موافقه البنت بالاول يا فاخر بيه. يا شو علي شفيق؟ تفضل شفيق. يلا. عم بسمعك شيخنا. مظهر بيك طالب ايدك على سنه الله ورسوله يا بنتي. ايه. موافقه تتزوجي لمظهر بيك يا بنتي؟ موافقة شيخنا. مين وكيلك يا بنتي؟ أخي هو وكيلي. تكلنا على الله. شرف فاخر بيك. تفضل شيخنا. تفضل. شرف. مبروك ان شاء الله فخر بيك. الله يبارك فيك يا شيخ. ان شاء الله الف مبروك مظهر بيك. الله يبارك فيك وطول بعمرك يا شيخ. مبروك مبروك مظهر بيك. شو بدها؟ قداس يستر على عرضك قويني يا قداس. فوت فوت لشوف. فوت. Yeah.
قاعدة بالأوضة عم تبكي. والله خايفة عليها يا ماما، خايفة عليها كثير أنا. لا تخافي عليها يا ماما. صحيح هلا هي زعلانة وعم تبكي، بس بكره بتهدى وبتروق لما بتعرف إنه مظهر طلقها. يا رب الله يسمع منك تهدى ونخلص بقى. رح نخلص أمي، رح نخلص. بكره بيضيق خلقها وبتطلع من الأوضة. إن شاء الله. تصبحي على خير. وأنت بخير يا ماما. ها ثبت رمضان أمي؟ أي والله ثبتوا. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير يا تقبرني، وأنت وإخواتك بخير. وأنت بخير، بس يجي مطيخ لي الحلق على الحمام. حاضر. يلا بخاطرك. تأمر، الله معك. والله ما عاد شفته لأبو الرجا من وقت ما طقيتوا الرصاصات وبخوشتوا بدنه بخوشي. انت وين عم تنام؟ بالبستان. تضرب هيك نومي لك حامي، تضرب هيك نومي. ليش ما كنت عم تنام بالبيت؟ لأنه البيت مقفول، وأخذ المفتاح معه وقت اللي راح لعنكم، يعني وقت اللي طلعت روحه. وانت كنت تنام معه بالبيت ولا؟ بالأول كنت نام جوا بالبيت، بس من بعد ما رحنا على المغارة ما عاد خلاني فوت على البيت بنوم، فصرت نام مع رجال تبعاته. شو ساوى بالمغارة؟ حامد ما عرفت، صدقني ما عرفت، لأنه ما خلى ولا واحد منا يفوت معه على المغارة. سمعت كداس؟ سمعت، لازم ما نبيتها، الليلة بدنا ندق ببيته لأبو الرجا. قوم هارون قوم معنا. لوين بدنا نروح تاج راسي؟ على بستان أبو الرجا. وليش؟ والله هيك مشان واجبك نلعب طميمة ونرجع، بدنا نفوت على البيت هنيك. خلوها لبكره، تعبان اليوم انا. عم اقول لك هلا بتقوم، يعني هلا بتقوم. بتأمروا تاج راسي. بتأمروا. ثبتوها شهيرة خانم، بكره أول يوم صيام. إن شاء الله كل عام وأنت بخير، الله يخلي لنا إياك وما يحرمنا منك يا حق. صدق الله العظيم. وانت معزتين بألف خير، الله يخلي لي اياكم وتضلوا هيك بصحة وسلامة ومنورين هالبيت. الله يخلي لي اياك يا رب وما يحرمني منك. انتي عم مسحور؟ ايه لك رن بالضبط كل شيء. ايه منيح. الحمد لله على نعمة وفضله، الحمد لله. ان شاء الله يا رب السنة الجاية أنا وياكي بعرفات. امين يا رب. اسمعي التكبيرة، ما في أحلى من صوت التكبير. أيوة. بالجامع. ايوه الحمد لله رب العالمين. أنا رح أقوم أتوضى وإنه يصير مشار وصلي لي ركعتين. الله يتقبل. الله يخلينا إياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلين. رمضان كريم. عليكم. ينعاد عليك الصحة والسلامة يا رب. آمين. هيا أبو محمود هون. السلام عليكم. سلام. رمضان كريم. علينا وعليكم إن شاء الله. شو مالك بالعادة تضل هلا بالحمام؟ شو القصة؟ معلومة، كل يوم أول يوم سحور، بقى منضل سهرانين لحتى نسحر الناس خبز تازة. الله يعطيك العافية يا رب. يا نايم وحد الدايم، قوموا على سحوركن، إجا أبو حكم يزوركن. اصحى يا نايم،
وردي. اهلين ابو حكم، يزيدك الحمد لله. تعال تعال صحتين ربنا. ما بدي نروح سحر الناس. الله يرضى عليك، ان شاء الله كل سنه وانت سالم. وانت سالم عمي، انت سالم. مجرب وقال للناس اسمعوا الحكم يا ناس، مجرب وقال للناس خذوا العبر يا ناس، لفوا دار الزمان ورجع شهر رمضان، حامل معه عطف واحسان وايمان. يا رمضان يا شهر بدر وليله القدر. يلا يا ام حمدي عجلي شوي. تفضل يا ابن عمي. يسلم والدين. تفضل يا عبي. يلا يا عمو، بسرعة جيبي قبل الشعر. اي حاضر يا عمو. بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسانية منا وفينا، خيطها جمعنا وفي انضمينا، كان يربطنا خيط محبة، وكان الجار يسأل على الجار، وكان الأخ يسأل على أخته، وياما السبعة سكنوا الدار، ياما جاري قال لي عمر خذ اسطوحي وابني دار، جوز ابنك فرح امه، بنت تحبه وتحمل همه، وخيط الحب لجوزها ضمه. اصحى يا مظهر بيك، اصحى يا حبيبنا، اصحى يا نور عيوني. يا ام ورده قومي تقدريني، قومي تسحري. ماني قدراني يا ابو، ماني قدراني. ليش تقدريني؟ شبكي؟ ليش عم تبكي يا امي؟ ليش؟ من امبارح وانت على هالحاله، وبعدين يا امي؟ بعدين؟ انا مقهوره يا ابو، مقهوره. يبعث لي حلم عليكي يا امي، سلامة قلبك من القهر. يا ريت انا ولا انت. مظهر جرحني وكسر بخاطري يا عم. الله يكسر بخاطره هو وامه. الله لا يسامح. الله اكبر الله اكبر. أدن الامساك، صبوا لنا مي. على عيني. الحمد لله رب العالمين. كل يوم ان شاء الله دايما صحتين تقبرني. شربت مي؟ شربت يا مشروب. تفضلي يا مرتي. تسلمي. أنا زكاة من عيونك. الحمد لله رب العالمين. نوينا الصيام. هذا البيت تبعه سيد راسي، خليك هون انت.
صباح الخير يا صباح الخير. صباح الخيرات. يلا بسم الله. شو هاد عواد؟ شو نسيان انه الدنيا رمضان؟ انت معذور، انت معذور ومريض، والمريض محلل له ياكل ويشرب. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت؟ شو بدك توجعني فوق وجعي لك عواد؟ يا انا بعمري كله ما فطرت يوم واحد من رمضان. الله يغفر لك وتعوضه يوم ثاني. يلا قول بسم الله. يا رب سامحني يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بلهنا 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 والشفاء ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. السلام. يا رب. هيا عواد، وش فيها بالخير؟ حزنان حزنان لانه فاطر وما يفعل ياكل الزاد. هذا لانه بالخير يخاف الله. يخاف الله يا عواد. اي بالله اي بالله يخاف الله يا شيخ. يا الله يا الله. ليك على قديش ليك؟ قال ما لقى شيء. يفضع عرش وجحش. يا ما امسك حالك. يا ما ليش عم تضحكوا يا بعدي؟ ضحكونا معكم. تضحك يا قديش. ليش بقى؟ لا تقول له حامد، لا تقول له، خليه حرام قلبه. ما قال له انه نحن لا شو لقينا ما لقينا شيء يا اجدام. لك يخرب بيتك شو قديش؟ لا واقدش من القديش. هلا تذكرت لانه قديش لازم ما نقول له خليه حرام قلبه. لا ما راح يفهم علينا. لا تزعلوني منكم، فهموني ليش عم تضحكوا. ها بعدين بتعرف هارون، بعدين امشي حامد امشي. وين رايحين؟ خذوني معكم. لا 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 شو شو لا تلحقنا، بعدين تعال عنا بالليل عشان ما يعرفك ويعرف قديشك. وينك؟ بس يأذن المغربيه بتكون عنا مشان نفطر سوا. ايه هارون الله يسامحكم، روحوا لحقكم. ليك عم تطلع بصوت عالي. لك عيفو عيفو. سلام هارون. ياش ياش يا مو بدك شي جيب لك معي شي، انا راجع من العادلية. سلامتك تقبريني، أخوك رح يجيب معه كل شي بيلزمنا مشان الفطور والسحور. إيه مثل ما بدك. بس إذا لقيتي شي حدا عم يساوي معروف تازة جيبي معك كم رغيف. من عيوني. يلا بخاطرك. الله معك تقبريني، مع السلامة. وردة يا خانم مثل بنتي، وأنا كتير اتضايقت على اللي صار معه. كله خير أم سعيد، كله خير. أنا جاي اليوم يا خانم مشان ادخل واسطه بينكم وبين عزمية خانم، بركي هالبنت بترجع لجوزها. تسلمي لعيونك، ما في داعي. بنتي لانه ما بدها ترجع له، اصلا مو طايقته ولا طايقه تسمع اسمه. يا لك ليش قاعده عم تبكي عليه؟ هي عم تبكي عليه لانه ما بده يطلقها وتاركها هيك معلقه. والله كنت حابه يعني بركي هيك بتتصالحوا بهالشهر الفضيل. حبيبتي انت ما قصرتي، الله يخلي لنا اياك يا رب. والله يفرحك هيك بشوفة بنتك عن قريب. إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين. بدك شي مني يا خانو؟ سلامتك حبيبتي. الله يسلمك، سلمي لي على وردتي. الله يسلمك، بأمان الله. الله معك. Thank you.
السلام عليكم. عليكم السلام. علي ابو محمود. علي ابو محمود. تروح لعند مصر بيك وتوديهم ترجع بسرعه ما تاخر. ايه على عيني ولا الله يرضى عليك. روح. مرني يا ابو محمود. رح بدي يا مرعي شفت لي اياها؟ لا لسه ما اجى. ايوه. شو بدك فيه؟ كنا بدنا نساوي صحن فول هيك تشكيله مع الفطور. عدم مؤاخذه وسلامة فمك. رمضان بيتاخر شوي بيع الفول. ايوه. مضبوط والله. بدك شي خضره؟ ايه ايه. حط لي خسه لالا. ايه. حط لي شويه بندوره. ايه. خيافني عندها؟ هلا ساعه ثانيه جاي. اسمع انت ابعت لي اياهم على البيت. الله يوفقك. اتكل على الله. روح انا على الفرن. خلص روح انا ببعث لك اياهم. معناته روح. امن فيك صياد. خلص الامان بالله يا اخي. السلام عليكم. السلام. يا رزاق يا كريم لما علينا عبيدك يا رب. مال سرغايا الجزار مال حوران الريان. تفضل يا بيك. مبروك ما عملت يا بيك. والله العظيم فرحت لك من صمصوم قلبي. الله يبارك فيك يا عتمي وعبال عندك. هلا بصراحة أنا ناوي. قلت له لصياح مشان يحكي لي مع عمه أبو حمدي. بلكي بيزوجني بنت الثانية. بس هو ما رضي. ما رضي يا بيك. أي ولا يهمك. ولا تضل عند القصة. جوازتك عندي أنا حلقي لك بنت الحلال وكل جوازي أنا بتكفل فيها لعيونك. كتر خيرك يا بيك. كتر خيرك ويديمك فوق راسنا يا رب. سلم إيديك. السلام عليكم. رمضان كريم وكل سنة وأنتم سعيدين وإن شاء الله بينعاد عليكم بالصحة والخير والبركة. إن شاء الله والآيلة يا حق ينعاد عليك وعلى محبينك بألف خير. وإن شاء الله بترجع لك بنتك سالمة غانمة. آمين يا رب العالمين. لو ما أجيتي من حالك يا أم سعيد كنت بدي أبعت وراكي مشان تجي تفطري معنا. والله يا خانم كنت آكل هم شلون بدي أقعد آكل لحالي بعد ما كنت متعودة آكل مع جوزي وبنتي. الله يرجع لي إياهم بالسلامة. الله يسامحك يا أم سعيد. ليش نحنا مو محسبتينا مثل أهلك؟ شوفي أم سعيد شهر رمضان كله رح تقضي معنا. كل يوم بدك تفطري. الله يفرح قلوبكم مثل ما فرحتولي قلبي ويخلي لي إياكم. وأنت يا أم سعيد الله يخلي لنا إياكي وما يحرمنا منك. شبنا أم سعيد. يلا مدي إيدك وساعدينا. يلا على راسي يا خانم. حطيت اللحمة باللمية مشان ما تاكلها القطة مثل ما قلتي لي. وانتي بدك عزيمة لحتى تجي لعنا؟ لا لو شهيرة خانو بيت بيتي بعرف. ست شهيرة؟ نعم. أنا برمضان ما بقدر أشتغل منيح. أيوه يعني من الآخر شو بدك؟ يعني كل يوم لازم أكون ببيتي قبل العصر مشان الطبخة لجوزي وولادي. خلاص يا بنتي روحي. يو وين تروح شهيرة خانو؟ والخسكار أنت بدك تسلميني إياه؟ خلال يومين بإذن الله بسلمك 30 بنطلون جاهزين. يلا يا رب يسر. يلا ايه يا والله. رب ايه والله الله ييسر لنا هالشغل لنشوف قديش بدنا نربح من وراه. بركة شو ما اجى من رب العالمين بركة. ايه والله الحمد لله. لو هارون فهمان كان فات على بيت ابو الرجا وقش هدول الذهبات يلي معنا كله. لك احمد ربك اللي طلع قديش وما فات واخذ ذهباتنا. قلتك ايه قداس. يلا قسم المصاري بيني وبينك. ايه موافق بس بالاول بتروح تعملنا كاستين شاي وشي لقمه ناكلها. عصافير بطني عم تزقزق. ايه ليش مانك صايم؟ انا معذور شنو راسي عم يوجعني من هالشوفه. ايه والله وانا مثلك كمان معذور حاسس جايتني البرديه. رح ساوي لك شاي. ساوي لي شاي. لك يا الله لا يحرمني منكم ولا يحرمني من قربكم. كلاوي يا فود هلا استوت قرب وجرب. لك طلعت ايده النابت يا بيه. ابو رديه. نعم. شلون بدك تتبلهم بالزيت ولا بطحينه واللبن؟ بالزيت سيدو بالزيت. لك اسمع مني تتبلهم بطحينه واللبن اطيب لك. ها انا بحب اكل الفول المدمس بالزيت. انت اخو مرأي شي؟ امسك روح تبلهم على كيفك. ايه حاضر يسلموا ايديك. كلاوي يا ابي كلاوي. سلام عليكم. الله استوت وردي. الله استوت يا ابي. السلام عليكم يا شباب. السلام. رمضان كريم. كريم علينا وعليك. علينا وعليك. ايه ابو محمود بيقول لك الوالد منشان تمرق لعنده على البيت اليوم بعد الفطور. شنو عاوزك بموضوع؟ شو بده مني؟ بس تشوفه بتعرف شو بده منك. ايوه
ايه انا ماني فاضي اليوم، ببقى بمر لما بفضح. شو بنا ابو محمود؟ عم اقول لك عمك عاوزك. وانا عم اقول لك ماني فاضي. شي هيك لكان. ايه شو علي يا ابو محمود؟ على راحتك، بيصير خير. الله معك، مع السلامة. شو بو صخر؟ لا ما في شيء، بده ياني مشان يحكي معك مشان المسورة حرمتك، ما هي؟ مزبوط. أنا كمان يا أب هاشم ما بدي روح لعند عمي على البيت، يقعد يرجع لي المخلوقة معي. ولهالدرجة يا أب محمود؟ واصلة بينك وبينها؟ لحظة أب هاشم، يشهد الله المخلوقة ما في منها. بس يا أب هاشم أنا بدي ولد، بدي ولد. حقك حقك، ما بقدر اقول لك الا الله يكون بعونك. انا اليوم رايح افطر مع امك. ها خير اخي، فيك شيء؟ ليش ما بدك تفطر مع بيت حماك؟ ما في شيء اخي، بس شكلك عم يقول لي انه في شيء. شو بك جميل، عم اقول لك ما في شيء، كل القصه ما فيها انه انا بدي افطر معك ومع امك. وانت ما بدك ترجعها لمرتك؟ قبل ما تقول للدجاجة كش كسير رجلها وروح انت افطر مع مرتك. اسمع مني صبري، اخطيتك بهالرقبة، طلق لمرتك. طلقها؟ بعد كل شيء صار يا زلمة عم تقلي طلقها؟ ايه بطلقها، لانه مانك مبسوط لا معاها لا مع بيت حماك. مجنون انت، ما بينحكى معك. انا كنت مجنون، بس لما طلقتها لمرتي رجع عقلي لراسي. معناها خليني اكون انا المجنون. سلام. خليك ما تحوش ببيت حماك، خليهم راكبين على كتافك ومدندين رجليهم. باقي السلطان تا يعاود للدهره يا شيخ. والله قوتي ما هو جاي قبل عيد الضحيه يا عواد. والله سفروا للجزيره تراه ياخذ وقت طويل. هي انت تعرف الجزيره بعيده، بعيده حيل. اي بالله، الله يرجعه سالم غانم يا شيخ. اسمعوا يا الربع، من يعاود سلطان نسوي له عرس او فرحه ما صارت بالديره كلها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا شيخ ان شاء الله. يا ويلكم ويا سلام ليلكم، مفكريني متت؟ انا ابو الرجب سبع ارواح جايكم والقوا زبدلو. مين على الباب يا مطيع؟ هاد ابن الأمرياض، بعثت لنا معه سكبة باس ماشكا، بس من ريحتها باينة بتشهي. يا على قلبي شو بحبها لهالأكلة أنا. يسلم إيديها، ونحن كمان بعثت له سكبة. إيه وأنت قلتي يا شهيرة خالد. أم سعيد روحي جيبي بقية الأكل. من عيوني. الله يرحمك يا أخي. هذا أول رمضان ما بتكون معنا. تأخر تأخر كتير. هلا بدك تضلي واقفة رايحة جاية هيك؟ يا مو معقول يكون صاير معه شيء آخر عن الفطور؟ خبر السوق يوصل بسرعة.
لو صاير معه شي كنا درينا. بعيد الشر، ليش عم تحكي عنه هيك؟ ها هي قدها ما اجى. يلا تعي افطري يلا، بس يجي بحكي لك وين كان. بدي افطر. هات الخبز تقبرني. امسكي بيه. سلم سلم. يلا تقبرني يلا كلي كلي، لا تعندي كلي لك لقمه. يلا سمي بالله يلا يلا، يمكن مو صايم هو اصلا. يلا هات تقبرني هات الاسكيب. هاتي يا مو هاتي صحنك يلا صايمة انتي، ما بصير تضلي بلا اكل. شو هالحكي هاد؟ اشهد ان محمد. نعم لين ملح من عندك اخي؟ اكل ما بده ملح يا بي. هفي نفسي على المالح والحامض يا بي والليمون. صح وهنا. ليش ما عم تاكل يا بي؟ تذكرت امي. الله يرحمها. هي اول رمضان ما بتكون معنا. كل يا بي كل. كل يا بي. انه هلا ليش عم تبكي يا ماما؟ ليش عم تبكي؟ أنا دفعت ثمن شيء ما دخلني فيه. ولها عليكم أنتو، أنتو السبب اللي صار فيني يا ماما. نحنا يا ماما؟ نحنا؟ إيه أنتو. لو رضيتوا ترجعوني لمظهر ما كان خطب وحدة غيري. نحنا عملنا هيك لأنك غالية علينا وما رضينا نرخص فيكي ونرجعك إله بعد ما. ليش ما عم بتصدق يا مو انه مظهر ما قتلك؟ هو ما قتله. صح ما قتله، بس إله يد بقتله. يا بنتي اللي مات ابوكي ما انه حدا غريب، انتي نفسك ما لازم ترجعي له وتنتقمي له. المسامحه يا بنتي ما بيمشي حالها على طول، في قصص اذا بدك تسامحي فيها بتظلمي حالك وبتظلمي اللي حواليك وبتظلمي ابوك. انا ما بعرف انت ليش عم تفكري هيك، ما بعرف. كل هالقد بتحبيه لمظهر لحتى هاين عليك دم ابوك يروح رخيص؟ معقوله انت؟ الله يسامحك يا مظهر. يلا يلا مساء الخير. مساء النور. اهلا مظهر. اهلا اهلا مظهر بيك. كيفك يا خانم؟ اهلا وسهلا. تفضل يا حضور. حاضر. اهلين بالعم. خير شبك محمود؟ اولا بتكون مطول بالك، الك علي ما بصير غير بدك اياه. امين ان شاء الله ان شاء الله. طمنينا عنك يا خانم. أهلا. اسمع حامد، من هلا بدي لك كل واحد فينا بيخبي المصاري تبعاته بحبه، شنو إذا راح شيء منك أنا مالي مسؤول عنك بنوب. لك أكيد أكيد راح خلي مصاري بعبي. شو عم تحكي أنت؟ مشان ما يجي حدا مثل هارون أو غيره يسرق لي إياهم. شو شايفني جدبة؟ تمام، شنو ما بيحسب ما بيسلم. وأنا معك، أنا مصاري بعبي ومين أدي. وأنت عيني. أنا وحدة. تنتين حامد تنتين. كل هذا وقت بس تتساوي شاي. إيه ما تأخرتك حامد، شبك ما تأخرت. خلاص عوض من تمساكت حاجة نقوسات، تضرب صحيح شو بتحب تاخذ وتعطي. لك يحرق حريشك شو بتحب تلعي، صب شاي صب. أمرك تاج راسي، تأمر أنت وحامد.
التاج راسي هذا، ايش في راس بالاول لحتى نعمل له شو اسمه هذا اللي قاله؟ شو ما في حكايه اليوم ابو حمدي؟ ما في لا حكايه ولا حكواتي. السلام عليكم يا رجال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين بعزو ابو ضايف المختار الحاره وكبيره. تسلم لي يا جميل يا ابن الاصول. السلام عليكم يا رجال. عليكم السلام يا اهلين. اهلين صهريا، تعال عود مشقيتي فوت. شو يا اخواتي؟ عم نقول السلام عليكم. اللي مثلك ما بينرد عليه السلام. جميل، دير بالك على حالك، ها؟ صاير عم تتمادى كثير. ولو يا عمي ابو حمدي، ليش شو سوينا؟ بترد بأدبك وما بتتطاور على غيرك. بالإذن منك يا كبير، بس أنا ما بشتغل على كيف حدا، برد على مين ما بدي وإمتى ما بدي. شغلك على كيفك برات القهوة مو جواتها. شو صار إذا ما رد عليه السلام؟ شو صار؟ خربت الدنيا يا أبو حمدي؟ إيه خربت الدنيا، وإذا لسه بيتمادى بقلعه برات القهوة وما بيرجع له منوب هو وكل مين بيشد على إيده. لأنك قد أبي الله يرحمه ما رحمت عليك، بالناس من هيك قهوة. بالناس منك ومن هيك زباين. جميل ليك الواطي ليك. والله يا أبو حمدي شايف إنه الحارة صار بدها غربلة. يا ولا الحارة بدها غربلة منك ومن أمثالك. ماشي. وأنا أبو حمدي لا الحارة وعد الحارة عم نحكي مع بعضين. ما سمعته شو قال؟ شو قال يعني؟ أنت زعلت شي؟ لك لا لا ما زعلت، عمي أبو حمدي صغيري خلص لا تحط ببالك. يضرب هو وأبوه. لك روى أبو حمدي شبك عم تحكي عن مختارنا أنت، مختار حارتنا. قال جينا نسمع حكاية، طلعنا نحن الحكاية، تصبحوا على خير. الله معك. شبنا أبو حمدي، كمان أنت روقنا شوي، ليش ضايش؟ والله يا عمي أبو حمدي أنا ما كان بدي يصير هيك. لا تشغل بالك عمي، كرامتك من كرامتي، وما بسمح لحدا يزعلك. الصدر إلك والعتبة إلي. الله يعزك يا عمي. شو هالغلطة اللي سويتها بالقهوة جميل؟ أنا ما غلطت مع حدا، هن اللي غلطوا معي. فينك تقلي شو استفدت؟ إيه فيني أقول لك. ظهرته لصياح قدام أهل الحارة، ولسه بدي ضلني وراه لحتى أوضحه قدام كل الخلايق. يا جميل يا أخي الله يوفقك، بالناقص خناقة بهي الحارة، مو ناقصنا. شو صبري؟ ما ضل غير تعلمني شو أعمل. والله مو هيك قصدي، بس بيني وبينك ما حبيت لك يا هي التقليعة. هي التقليعة ما رح تمر على خير. وهذا ابو حمدي اللي نافش ريشه مثل الطاووس، بدي نكتب له اياهم شعره شعره. شو هذا اللي عم تقوله جميل؟ عيب عليك؟ ابو حمدي قد ابوك الله يرحمه. فشر فشر يكون مثل ابي الله يرحمه. يا جميل اسمعني الله. انت اللي اسمعني صبري، روح تدحوش بمرتك وبيت حماك، وابقى دير بالك على اهل حارتك وخصوصي صياح يا اخي. يلي صار فينا يا مظهر انه نحن تبهدلنا كثير، وعمك كان بده يرجع على الشام. لو ما شو؟ عمك انحبس يا مظهر. لا مع الحكي ليش انحبى؟ فاخر لا تقولي شيء لمظهر. بس مظهر لازم يعرف شو صار معنا. انا قلت لا تقولي شيء. انت بيسمع باذنه؟ ايه بيسمع بيسمع. ايه بس يا خانم عفوا، يعني هذا اللي عم تحكوا عليه عمي اخو ابي، انا لازم اعرف. ما خلص قصة راحت من زمان وما لازم حدا يعرف شيء، وانتي ما لازم تحكي شيء. حلو هيك لك. ها ساونا قبل. حاضر اخي. روحي معها خلاص. انا ما روح معها ساوي قهوه، انا روح غرفه نحن. بس انتي ما تقولي شي عن ابو انتي ابدا. طيب خلص ما راح اقول شي. انا بهزر انتي اذا بيحكي كلمه هيك ولا هيك. خلص اخلاص قلت لك ما حقول شي. طيب نشوف نحن شو بصير. اهلين بالعم. ما لازم نسكت لهم يا بي، ما لازم نسكت لهم. ما راح اسكت لهم، رح أرجيهم شي بعمرهم ما شافوه، وأنا وراهن والزمن طويل.
يا بي ليش ما تطلع هلا على الحاره وتمسح بكرامتهم الارض؟ لك يا ابني يا ابني كل شيء بوقته حلو، كل شيء بوقته حلو. لا عادي ما فيني شيء. ليش مو مبينة اني اخر روا؟ خلصنا فهمية شو صار لك. لا تكبريها للقصة، لا تكبريها، ما صار شيء. لا ما صار شيء، بس قلبت قد الكمشة قدام اهلي وانا ما بعرف جوزي وين راح يفطر. والله فكرت لحالك راح تعرفي اني بدي افطر عند امي. لحالي؟ هيك لحالي بدي اعرف شلون؟ يعني بدي اعرف شلون؟ يعني انت بتلاقيها حلوة ما افطر اول يوم مع امي؟ لا مو حلوة ما تفطر مع امك، بس حلوه ما تفطر معنا احنا، هذا اول رمضان بيجي علينا. يا فهميه يا حبيبتي، انت عندك امك اخوك، امي لحالها ما عندها حدا. ليش نجاح واخوك جميل مو قاعدين عندها؟ شو بك فهميه، بدك تقلبي لنا اياها نكد يعني؟ ايه بدي اقلبها نكد، بدي اقلبها نكد لاني بحبك. والله لا تسهلي فهميه، بعدك اني عوض لك يا حقك علي. فهمية خلصنا. شو؟ تعي يا بشوط لك شعراتك بركي ترضي علي. هيك مو بساوي؟ شغلات الحريم عم ساوي. لاياها علقت. في نقص بالطحين، الخبز ما عم يجي صريف منوب، عم يجي مستوي زيادة ومقمر، أكيد في نقص بالحطب. غيره الأسعار، كل محل عم يرفع الأسعار على كيفه. سنضع مراقبة على هذا. الحارة والحراسة الحارة. الحراسة على كيف كيفك، عم يشتغل شغله الحارس وزود. جيد. شكرا لك سيد جميل على هذه الشكاوي، سندرسها انا وسيدي كومندام وساحقق لك هذا عما قريب. على راسي والله. سلام عليكم. اهلا وسهلا. ما بعرف، حاسس انه في قصة كبيرة صايرة. هذا صهرك عم يخانقك. أمي ما عم بحكي عن صغري وأختي، عم بحكي عن ابن عمي فاخر. فاخر قال لي إنه عمي كان باسطنبول محبوس. هلا عمك أبو فاخر كان بالحبس؟ والله هيك قال لي، بس ما بعرف إذا عمي مات بالحبس ولا شنقوه. معناتها فاخر كذاب يا مو. بشو كذاب أمي؟ لأنه عم يقول لك إنه أبوه كان محبوس ويمكن مات بالحبس وهو ما شافه، وشو عرفه إنه أبوه تارك أماني عنا؟ لازم نفهم القصة والله. ما قال لك ليش كان محبوس؟ كان بده يقول لي، بس مرته ما خلته. أيوة، سكرت له تمه مشان ما يقول الحقيقة. هو قدام مرته رجال. شو حبيبتي ما بدك نامي؟ يلا حبيبي يلا. هيك اسمعي مني، تعالي نامي قبل ما يجي ابو حكم يبلش تطبيل. يلا لكني جاي. طب شو عم تساوي؟ عم تكتبي عم تقري؟ هي دعوة جديدة استلمتها اليوم من حرمة كثير معترة. شو هي؟ هذا يا سيدي، هي الحرمة اخواتها آكلين لحقها من مال أبوها، وأبوها صار له 5 سنين متوفي، وهي ما في غير عم بتلاطش فيهم وتبوس لهم إيديهم، وهنن شو؟ إذن من طين وإذن من عجين. واختي عندها أولاد وجوزها متوفي. إيش لهالدرجة؟ بس ولا يهمك، بإذن الله رح أجيب لها حقها كامل مكمل. الله يعطيك العافية يا فهمية وقويكي. الله يعافيك. يا لطيف القصص شو كترانة يا صبري يا لطيف. معناها فهمية الله يرضى عليك، اسمعيني منيح، قد ما بتحسني ساعدي الحريم، خطي ضعاف ما لهم حدا. المرة ضعيفة وقت اللي بتسكت عن حقه، مو وقت اللي بتطالب فيه. يا عيني يا ربك، هذا الحكي اللي بينسمع.
ممتاز ممتاز كتير، فكرة كتير حلوة. تعرف موريس، هاي خطة بخلينا نقرب من قلوب ناس وبيخفف مشاكل معنا. حلو. إذا أعجبتك سيدي. برافو. كثير أنا مبسوط. عجبتني. معلش. كمل هيك. حتى لو نحن دفع مصاري كثير. معلش كمل. داكور مسيو. احترامي سيدي. هذا كلام كثير حلو، ممتاز، برافو موريس، برافو. وحياة هدول، إذا بدي أحط كل الذهبات اللي مخبيهم مشان أوصلكم أنتو الجوز، ما حأتردد. شو علي يا كداس؟ شو علي يا حامد؟ شوية وقت وبيستوي المشمش. تعال شو كداس؟ شو؟ لو فينا نبيع بستان أبو الرجاء. شلون بدنا نبيعه؟ ما بعرف، هي شغلتك تفكر بطريقة نبيعه نتأزم حقه. أنت وقت كنت عم تدور بغراضه ببيته لأبو الرجاء ما شفت الحجة تبع البستان؟ لا ما انتبهت لها، لأنه كنت ملتهي بالذهبات اللي سرقن من الناس وسرقن منا. معناها لازم نعمل فوتة تانية على بيت أبو الرجاء وندور على الحجة تبع البستان، ولقيناها منبيعه بليلة ما فيها ضوء قمر. عرش من شفته سويت لكم بريق شاي على كيف كيوفكم. شو علي؟ هلا مندوب إن عجبنا بنقول لك يسلم إيديك، وإن ما عجبنا شو بنقول له؟ كسرك عظمي عظمي. إيه لا سيد راسي رح يعجبكم. هلا بنشوف. لما مينوها؟ سلام قولنا رب الرحيم. مين عم يتابع الواحد؟ لك شو بك انت يا دا فيصل، عرفته من دقته الستاتية، قوم افتح له. شو فيصل؟ بلكي مو فيصل. لك فيصل من دقته بعرفه انا، قوم. ومينو هذا فيصل؟ هلا بعرفك عليه وبعرفه عليه. ايه يعني هو من جماعتنا؟ لك يبعث لك جلة شو بتلت، يبعث لك جلة شو كتير غلبة. فوت فوت فيصل، فوت حبيبي فوت. السلام عليكم. أهلين أهلين سيد فيصل. تعا هارون، تعود بمشقيتي تعا. كيفك عمي كداس؟ أهلين على إياس. ومنو هاد؟ شو بنا فيصل؟ هذا هارون اللي كنت أحكي لك عنه من زمان، نسي؟ أنت هارون؟ إيه تاج راسي، أنا هارون، بشحمه ولحمه. شي بيهوي منك يا تاج راسي. شو عم تقولوا؟ لا مثل ما سمعت. لك لك لا تاخذ على حكي ولا على الزلمه، هذا علاته شغل بوايكيه جوستين بخرج يا زلمه. ايه ما عجبني هالهارون بنوب نوب بنوب. بس انت عجبتني. شو اخبار الحاره فيصل؟ احكي ولا ما احكي؟
احكي احكي وخذ راحتك، هذا هارون منا وفينا ما في عليه ستر مغطى. ولك اهلين هارون. اهلين فيصل. هيك رح احكي واخذ راحتي. مثل ما عم اقول لك احكي. قبل ما تكمل، بس هيك مشان تسرد على هيك مات. دورها عمي دورها. يا رب يا رب تظهر الحية وتكون ريحانة بريئة يا رب يا رب ها. يا رب. هذا اللي صار حكيت لكم يا من طقطق للسلام عليكم. لا فيصل لا لا، انت هيك مقصر بشغلك كثير، وإش كان هيك الكومندان بده يزعل منك خيرات الله. عمي انا ما عاد يطلع بايدي شيء، يلي قدرت اعمله عملته. هلا هيك صار الحكي؟ معه حق حامد معه حق، هلا ما بيقدر يعمل شيء، شنو نحن بشهر رمضان. هلا كداس بنستنى لاخر الشهر لحتى نخلص من صياح ومظهر. لك شو بقي هلا العيد؟ حصه وبيجي العيد. بكره فيصل بخلينا نعيد على قبره لمظهر وقبره لصياح ومنعلق على الشاهد القاسي يا حبلاس. احلى عيد تاج راسي، احلى عيد. انت مين نكشك ولا هارون؟ بتأمر تاج راسي بتأمر. كداس نحن ليش ما بنخلي هارون يساعده لفيصل؟ وبشو بدي ساعده؟ بعدين بعدين بالله. حامد فلك سيجارة تانية لو. أنا عارف الصار. تكره درب الكلب على القصاب. جاهز. جاهز. خير الله يا كداس. Yes.
يا ناس قرب وقت الناس أصبحنا وأصبح الملك لله لا إله إلا الله ما بدك تتسحر ابن عمي؟ طيب أنا رح ساعد فتحية حل من عندك يا رب أنا أقول خليك مرتاح يا أبو الخير الله وكيلك يا شيخ دايت خلاقي من التسطيحة وحاسس عظامي تكسروا اصبر على حالك شوي اصبر إذا حالي هيك بقوم بحرك جسمي هيك على الخفيف وبشم شوية هواء نظيف والله مثل ما تريد يا أبو الخير لكن ترى الوقوف ما هو زين لك الله يخلينا إياك يا شيخ ويقدرني على مكافاتك يا هلا بيك يا أبو الخير يا هلا بيك أنا الله بيشهد حبيتكم من صمصومة قلبي ويلك من الله خمس أيام مضوا من رمضان وما أشوفك كنت مشغولة شفير ها وبشنو مشغولة هادي على حالك جرحك بعده ما طاب امتى بدي طيب امتى مليت منا يا ابو الخير لا اعوذ بالله شو مليت منكم الله وكيلكم انتوا اغلى من الروح بس يعني انا اشتقتك لحارتي ولبيتي ولاصحابي اي أكيد أنت اشتاقيت للعيال ولم العيال بعد لا شيخي أنا ماني متزوج للحين منت متزوج أبو الخير ربك ما قسم لي لسه يا شيخ بعدين أنا أخذ عهد على نفسي ما أتزوج لحتى يطلع آخر فرنساوي من بلدنا الله يقويك ويحميك وينصرنا عليهم بإذن الله وإن شاء الله يا شيخ من قلعنا الفرنساوي من بلدنا أنا فورا رح أتزوج بنت الحلال وبنت الحلال جاهزة يا أبو الخير لا والله يا شيخ لسه ما بعرفها لبنت الحلال يلي بدي يتجوزها بس عم فكر فيها وإلا الله ما يبعث لي إياها بدها يتجوز المسكينة مضيع شبابها بقتال الفرنساوي الله ينصرنا على المحتلين وينولها اللي ببالها آمين يا رب العالمين آمين دادا كريم شهيرة خالو أنا طالع من هون دغري على السوق بإذن رب العالمين ما برجع لهون إلا وبايعون
مجبورين باذن الله. امين يا رب العالمين. يلا بخاطركم، السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. الله يفتح ابواب الرزق بوشنا بجاه رب العباد. امين يا رب. شو شهيرة خانم؟ انا فوت كمل شغلي ولا استنى ليرجع من السوق لاعرف شو بصير معه؟ لا اتكلي على الله وكملي شغلك. يلا. قلبي عم يقلي رح نكون مجبورين الخاطر بإذن الله. ربك يا مطيعة ما عنده إلا جبران الخواطر. يا الله، مو أنت هيك بدك؟ لا أنا مو هيك بدي. إذا مو هيك بدك أرجع؟ ما رح أرجع مظهر. سيدي أنا ما بأمن بحدا، لا بهارون ولا بغيره، حتى كداس ما بأمن فيه. هلا بيعرف ليش أنا بحب حامد وبيخليه يقعد عنده بمكتب ويشرب قهوة. لأنه أنت واحد بيفتح راسه وبيفكر. بس ما عم بعرف كيف تنشرب أي. شوف حامد، أنا بيأمن لك وبيعرف منيح انه انت بس يروح على شغله بيعملها منيح كثير وصح. لهيك بدي منك مهمة تانية. وشو هي المهمة سيدي؟ أنا في معلومات عندي بيقول انه أخرس بطل يشتغل معكم وبده يهرب. لا سيدي ما رح يهرب، ما بيقدر يهرب. ليش ما بيقدر يهرب؟ سيدي شنو بخاف على مرته، على مرته الحبلانة. مو بس هيك، أخرس بيحب مرته. مضبوط، يهز بدنه وقال أخرس وبيحب. شان هيك هو وياه هربوا من حارة القصاب. شوف حامد، هذا أخرس لازم يرجع يشتغل معنا، وإذا بده يهرب أنا برجعه حبس أو بخليه يموت. لا لا طول بالك سيدي، بس أعطيني كم يوم لحتى نخخلك يا وخليه يرجع يشتغل معنا مثل التوتو. توتو؟ توتو إيه سيدي، هي توتو شغلة هيك مثل الكلب. آه كلب. طيب انت كم يوم بدك لحتى يرجع يشتغل معك هذا مثل توتو؟ كم يوم سيدي، كم يوم بس. داكور، هلا انت بيروح بيشوف شغله وبسرعة كتير، لانه انا دا خلقي منه ومنك ومن هذا تبعك اللي اسمه فيصل اللي لهلا ما اشتغل شيء. حاضر سيدي، بوعدك تحرك على السريع وساوي لك كل شيء بدك بسرعه. طيب يلا دايم على هواي. مع السلامة. شو هاي لغة عربية؟ كلمات كثير نفس معنى. كلب توتو. توتو. حلو توتو. ما بعرف شو بدي اقول لك يا ام سعيد. لا تقولي ولا تزيدي يا ام صافي، قومي روحي انت والست شهيره وشوفوها لعفاف. لا ايوه ما بقدر ام سعيد، ما بقدر، بدي اشوف ابني اول شيء بيقول لي. لا لا ما فيني، ما فيني هلا. اي من الاخير يا ام صافي، انت وابنك لانكم رايدين ترجعوها ولا بدكم تطلقوها؟ اي ستي ما بدي اياها ولا بدي اشوفها. اي انا عملت يلي علي، خاطرك. الله معك، مع السلامه. الله يسلمك. يخرب بيتها، هي شلون حبلتي؟
منين طلعتنا بها القصة؟ الله يخلصنا منها على أهون سبب يا رب. مشان عمايل صياح ولا في شيء ثاني جميل؟ أول شيء أنا طلقتها لأنه سمعت أخوها صارت بين الصرامي. إيه، ثاني شيء؟ لأنه لما توفى أبو صافي ما حدا قال لها يا بنت الحلال تعالي خذي حقك من الورثة. إيه. شو إيه؟ الحق لازم يعطوها حصتها أول ما توفى أبو صافي، مثل ما عملنا أنا وياك لما توفى أبونا الله يرحمه. بس الظاهر صياح بده يلهط لحاله. والله ماني مصدق انه صياح بيعمل هيك قصص. قال مو مصدق قال. طلع حواليك اخي بتلاقي كل المشاكل اللي صايره سببها صياح. الله وكيلك انت مغشوش فيه. ايه وفي شيء ثاني لسه؟ يعني شو بده يكون في شيء ثاني غير هيك؟ بصير خير أخي، بصير خير. ما في خير وصياح بخلقتنا. وناطرينكم اليوم عنا على الفطور. إن شاء الله قبل أذان المغرب نكون عنا. هل شوي كمية؟ ليش مستعجلت؟ والله بدي روح ساعد أمي بالتحضير ونشوفكم المساء. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك بخاطرك. الله معك. صحيح أنت بكري شوي لا تستني. شو على تقبريني؟ هلا شوي ثانية بالحق. ماشي خاطر الله معك بنت عمي. مع السلامة. معناها ما عاد في لزوم تطبخي. ايه مضبوط اخي، اصلا انا هلا حالبس وروح لبيت عمي. ماشي روحي معي مرتخي؟ لا انا بروح مع فاخر. ايه على عافيك حبيبتي. اليوم وردة أحسن من الأول. ها بشو أحسن يا عم؟ يعني أحسن من اليومين اللي مضوا علينا هم ونكد. ما بعرف مبارح شو صلى، كانت عم تبكي ودموعها على عرض خدودها. فاقت اليوم ما شاء الله عليها، ما فيها شيء، عم تضحك وتلعب وتشتغل كأنه ما فيها شيء. وحدة تاني هي الحمد لله. يعني إحنا شو بدنا إلا تكون مبسوطة ومرتاحة. إيه والله يا أمي. إيه والله. والله يهدي لها بالها. آمين. كل شيء يا عمو. سلامتك تقبرني. الله يرضى عليك ربي. الله يخليك يا عمو. طول لي عمرك. بدك شيء اختي؟ سلامتك اخي. تعالوا افطروا عنا اليوم. بكره بيجي اختي بكره. خاطركم. الله معك تقبرني. سلم على مرتك. الله يسلم. شفتي يا عمو قديش اخوك مبسوط منك؟ وليش مبسوط مني يا عمو؟ لأنك نسيانة اللي بكاكي وبكى عيونك. يا توبري قلبي. زواجتك رح تتوقف يا مظهر، وبإذن الله ما رح تصير بنوم. بكرة بتشوف.